سوا على الهوا سوا على الهوا سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا. يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهوا على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث لمستمعينا يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعينا في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300، الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. ناقشوا برنامج صوت العرب من أمريكا في حلقته هذا الصباح قضايا الإعلام العربي ومدى التزامه بالقواعد المهنية أو البحث عن أهداف خاصة والحث على التحريض. ضيوف هذا البرنامج ضيوفنا هذا الصباح الدكتورة عزة علي عزت أستاذ الإعلام بعدد من الجامعات المصرية والكاتبة الصحفية والمؤلفة لعدد من الأعمال الدرامية، لها العديد من الكتب في العربية والأجنبية في مجال دراسات الصورة الذهنية للعربي والمسلمين في الغرب. أيضا الدكتور فهد بن عبد العزيز بن محمد الخريجي أستاذ الإعلام السياسي بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، حاصلا على شهادة الماجستير في الإعلام من جامعتي ويسكونسن وجامعة ولاية ميشيغان، وحاصل أيضا على شهادة الدكتوراه من جامعة ليستر في المملكة المتحدة البريطانية مرات العربية المتحدة. ومباشرة انضم إلينا من دبي الزميل العزيز محمد عبد الظاهر. محمد صباح الخير. صباح الخير ليلى، أهلا بعودتكم من جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لحلقة جديدة من صوت العرب من أمريكا. لعبت وسائل الإعلام العربية مؤخرا دورا كبيرا في التأثير على مجريات الأحداث في بعض الدول العربية التي تواجه مشكلات سياسية أو تلك التي شهدت ثورات الربيع العربي. وبغض النظر عن طبيعة هذا الدور إيجابيا كان أو سلبيا، يظهر للأذهان طبيعة القيم والمبادئ العامة التي تعتمد عليها تلك الوسائل في تأثيرها على الجماهير بمختلف انتماءاتهم السياسية والثقافية، وخاصة في ظل غياب أو تغيب المهنيين القائمين على تلك الوسائل بالقواعد المهنية والمبادئ العامة التي تعتمد عليها تلك الوسائل في تأثيرها، وغياب القواعد المهنية والحيادة التي تقرها معظم المنظمات الدولية في التغطية الإعلامية لحدث أو خبر. حول طبيعة دور الإعلام العربي، مرحبا بكم جميعا الدكتور عزة عزت والدكتور فهد الخريجي. أظن التحق بنا الآن دكتور فهد، هل تسمعون؟ لا أسمعك. مرحبا بك، مرحبا بك وبزملائنا. صباح الخير دكتور. يعني دعني نبدأ بالدكتور فهد. دكتور فهد، باعتباركم أستاذ للإعلام، يعني هل هناك قواعد مهنية سليمة يجب أن تتحلى بها أي وسيلة إعلامية صحفية في تغطية حدث أو خبر بعينه؟ يعني نريد أن نعلم الجماهير بما هي طبيعة القواعد المهنية السليمة. أولا أحييك وأحيي المشاهدي المستمعين من في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية أرض بقاع العالم. فيما يخص الإعلام ووجود قواعد تحكم وتضبط العمل الإعلامي، فهذا نحن نقوم بتدريس أبنائنا سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو في العالم العربي، أن هناك قواعد أساسية يجب أن لا يتجاوزها ممتهن العمل الإعلامي، وتبدأ طبعا هذه في قمتها وعلى رأسها الحيادية. والحيادية هي ضرورة من ضرورات العمل الإعلامي ولإبراز الصورة الحقيقية لأي حدث من الأحداث تحدث في أي مكان ولأي إنسان مهما كانت عقيدته ومهما كانت ثقافته. فهذه هي طبعا الحيادية هي الأصل في هذا الموضوع. الأمر الآخر هو التوازن في الطرح. أن تكون حياديا لا بأس بذلك، ولكن يجب أن يكون التوازن، أن تطرح وجهتي النظر بشكل متوازي ومعتدل بحيث يستطيع المشاهد
أن يدرك أن هناك وجهتي نظر وأن هذه الوجهات قابلة لأن يقيمها من كما يرى وأن يتخذ موقفا منها. الأمر الآخر المصداقية. المصداقية طبعا حيادية مهمة ولكن بدون مصداقية لا قيمة لها. والإعلام الحقيقي الذي يستطيع أن يكسب قلوب الناس هو الإعلام ذو المصداقية في العمل الإعلامي. فهذه أسس يعني يجب أن يمتهنها محترف الإعلام، بالإضافة إلى قاعدة أخيرة وضرورية وهي أن يعلم رجل الإعلام أنه مسؤول. المسؤولية التي أضعها على كل رجل إعلام شريف على وجه الأرض أن يقوم بنقل الحقيقة أيا كانت هذه الحقيقة، قد لا تكون مرضية له أو مرضية لقناعاته لكنها حقيقة، لأجل هذا عليه أن ينقل الحقيقة كما يراها. تفضل. شكرا دكتور. طبعا بداية رائعة جدا، نرحب بك عبر أثير صوت العرب من أمريكا، ولأول مرة إطلالتك على الجالية العربية والأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أرحب بالدكتورة عزة طبعا التي انضمت إلينا الآن. دكتورة. أيوة صباح الخير. صباح النور يا دكتورة، يا أهلا وسهلا فيك. دكتورة سؤالي، كيف انعكس برأيك الربيع العربي على الإعلام والصحافة الإلكترونية؟ الإلكترونية تحديدا ولا كل أنواع الصحف؟ على كل أنواع. نعم على كل أنواع. الحقيقة هناك يعني مزج شديد بين كل وسائل الاتصال، فبعد ما كانت مجرد صحف ويبقى سهل على القارئ أو المشاهد أنه يحدد تبعيتها ويعرف مين ممولينها، فيقدر بشكل واضح يقول صحيفة حزبية، صحيفة قومية شبه رسمية، أو صحيفة خاصة مستقلة. ما بقتش مسألة كده، بقت في محطات تلفزيون متنوعة خالص ما بين القومية أيضا تملكها الحكومة وقنوات مستقلة. خاصة بعد الثورة في مصر فجأة امتلأت الشاشات بعدد من القنوات غير معروفة التمويل أو في قدر من التمويه على مموليها، لكن وراها أكيد توجهات سياسية واضحة يمكن المشاهد العادي أو القارئ العادي ما يقدرش يكتشفها بسهولة، فيقدر يحدد مدى مصداقية ومدى حيادية ما تبثه. امتزج ذلك مع وسائل الاتصال الإلكترونية، مواقع إخبارية ويعني صحف إلكترونية، وأيضا حتى مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرا لوسائل الاتصال بوجه عام، وأصبح في امتزاج ما بينهم فبينقلوا عن بعض. واحيانا لو حبينا يعني عنصر السبق بيحكم اكتر، بيكون عنصر حاكم اكتر من العناصر الاكاديميه اللي دكتور فهد اشار اليها وهي المصداقيه او الحياديه. طبعا حياد، ما فيش حياد في الفتره اللي احنا فيها، لان الاعلام الان بدأ ينقل عن بعضه البعض، وبدأ في سبيل عنصر السبق يتغافل عن المصداقية فيسرع بنشر الخبر حتى ولو كان مجرد شائعة أو ستيت من كده منشورة، بوست منشور على الفيسبوك ولا تويتر أو ما شابه، وللأسف بتنشر وكأنها خبر وتنتشر بأسلوب الشائعة ما بين الأفراد وما بين مصدق ومكذب. وأحيانا كمان الإعلام أنا بعتبره خرج خالص عن فكرة الحياد، لأنه أحيانا بيتم الحشد عن طريق وسائل الاتصال. يمكن دكتورة فعلا وسائل الإعلام العربي الآن ابتدت تعتمد أكثر على الشائعات أو المصادر التي تبث الشائعات، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. ده يدعني أوجه السؤال للدكتور فهد. دكتور فهد، كيف ترى طبيعة يعني وسائل الإعلام العربي في تناولها لقضايا الصراع السياسي ومدى التزامها بالقواعد المهنية سالفة الذكر في ذلك الإطار؟ أولا دعني أشكر الدكتور عزة، الحقيقة أشكرها على طرحها الصادق الأمين، وهذا يدل على مهنية تشكر عليها الدكتورة، وأشاركها في كل ما قالته. فيما يخص العالم العربي للأسف نحن نعيش حقبة، دعني أقول أنني حزين حقيقة، يعني
أن الإعلام العربي يكاد يتجرد من العناصر الأساسية والقيم الأساسية التي كنا نتمنى أن تكون مصاحبة للربيع العربي. كما ذكرت الدكتورة أنه أصبحت وسائل لم تنقل فقط بمجرد الشائعة، وتنقل أحيانا فقط لمجرد السبق للحصول على السبق في الخبر. هذه أخطار الحقيقة يتعرض لها العالم العربي، أخطار إعلامية وأخلاقية في نظري. يعني ولا نرجو أن يصل الإعلام العربي إلى يعني منحدر خطير. أسمعك أكمل لأجل هذا أنا أؤمن بأنه يجب أن نعيد الحقيقة، أن يأتي العقلاء وأن يبدأ العقلاء من الإعلاميين ومن قادة الإعلام ومن مفكر الإعلام بالنظر إلى ما الذي حدث في الإعلام العربي خلال الفترة الماضية. لقد تشوه، لقد تلوث الحقيقة، يحتاج إلى إعادة مراجعة. أنا عن نفسي وعن طلابي وعن مدرستي التي أقوم فيها في الجامعة، نحن نؤكد ونصر مهما كانت ظروف العمل التي تعمل فيها كرجل إعلامي يجب أن تكون صادقا أمينا محايدا. وكما ذكر الدكتور الحيادية هي أمر نسبي، لكن قدر ما تستطيع يعني أن تغض الطرف عن القيم التي في عقلك وفي ذهنك، وأن تكون ناقلا، ناقل الخبر ناقلا صادقا أمينا. والحرية الحقيقة يعني هي أصل في العمل الإعلامي، أضيفها لهذا العمل. العالم العربي الآن يكاد يترنع الحقيقة، هناك بعض الحرية ولكن بعض هذه الحرية بدأت تنحرف. يعني كنا نتمنى أن تكون حرية للانطلاق حرية مسؤولة يا دكتور، حرية مسؤولة تمكن رجال الإعلام من أن يعني يوصلوا، يعني يعطي المشاهد والمستمع والمتلقي حقه. ما هو حقي أنا كمتلقي؟ حقي أنا أتلقى معلومة صحيحة، حقي أن أتلقى معلومة متوازنة فيها طرفي الحدث. وهذا للأسف يعني ظاهرة سلبية تحزنني كثيرا، لكن أعتقد إن شاء الله أن العالم العربي ربما ينفتح، يعني يعود إلى صوابه مرة أخرى. نعم دكتور، شكرا لك والدكتور عز على هذا فعلا المهنية العالية ومصداقية الطرح. هذا الصباح معنا انضم إلينا تامر لواء الأمانة من قناة الآن، مذيع ومقدم ومعد برامج. بعد الفصل نتابع حوارنا لهذا الصباح، ولدينا العديد من الأسئلة. هل يجوز للإعلام سواء الرسمي أو الخاص أن يكون طرفا في أي أزمة؟ هل تحول الإعلام إلى ساحة لتأجيج الصراعات والحض على الكراهية؟ ما أثر سياسة التحريض وعدم الحيادية لبعض القنوات على المجتمع؟ بعد الفصل نتابع. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543، أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. Life for Relief and Development is a non-profit charity that has been providing humanitarian aid and development to people and communities regardless of race, color, religion, or cultural background for over 22 years. When disaster occurs here or around the world, Life rushes to provide food, medical aid, and shelter to those in need. Life also has development projects that provide medical relief, water purification, educational programs, relief for orphans, and much more. Your help and support can greatly improve these efforts. All donations are tax deductible. For more information, please visit our website at lifeusa.org or call 248-424-7493. That's lifeusa.org
248-424-7493. سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا. مرحبا بعودتكم معنا. حديثنا اليوم الإعلام العربي إلى أين ومباشرة محمد. نعم لا أسمعك سامر، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا أخي محمد. سامر، باعتبارك أحد المهنيين والقائمين على أحد وسائل الاتصال الجماهيري وهي قناة الآن، يعني هناك سمة بعض الصعوبات التي تواجهنا في سبيل الخروج لتغطية إعلامية محايدة بدرجة كبيرة كما أشار الدكتور حول بعض الأحداث أو الأخبار السياسية. هل لنا سامر أن تلقي الضوء على أهم تلك الصعوبات التي تواجهكم أحيانا؟ سنقف يعني على مسافة متقاربة ما بين رأي واحترام رأي المتلقي وهو المشاهد الكريم، ونعمل جاهدين على الوصول إلى الحقيقة، الحقيقة بكامل تفاصيلها، وإلا سنكون مزيفين لهذه الحقيقة حينما نقتنص ربما جزءا من هذه الحقيقة ولا ننقلها بالشكل الكامل للمتلقي الكريم. الصعوبة الحقيقية هي أننا مصادر هذه المعلومات أو مصادر الحدث نفسه تكاد تكون في اللحظة الأولى هي يعني عملية استئصالية صعبة جدا. حينما تريد أن تفلتر الخبر، أن تتأكد أن الحدث تحديدا حينما تقع ربما عملية قصف أو عملية، أنا أتحدث هنا ربما في الملف السوري تحديدا ومتابعتي لحيثية هذا الملف، حينما أجد خبرا ما لقصف في مكان معين، لا أستطيع أن يعني أن أبدأ في الحدث بعاجل كما نقول دائما في العمل الإعلامي المرئي إلا أن أتأكد من أكثر من مصدر. هذه المصادر أحيانا تكون في اللحظة الأولى منقطعة عني بسبب أنها ربما تكون متواجدة في أقرب نقطة للحدث نفسه. هناك ربما صعوبة أخرى هي لغة التواصل المرئي، بحيث أنه أن أوثق هذه الحادثة بعينها بالصورة المرئية، وهي هي الدليل القاطع بالنسبة للمشاهد الكريم أنها موجودة على الأرض وليست مقتنصة أو مجزأة من حيث العمل الإعلامي المهني. هذه ربما تكون الصعوبة الحقيقية الأولى أخي محمد، لكن تأتي صعوبات أخرى فيما بعد. ما مدى استفادة هذا الطرف من نقل المعلومة أو طرف آخر؟ لكن سامر دعني أقطعك في سبيل التوازن الإعلامي المذكور، يعني هل هناك أجندة معينة قد تذكر لبعض وسائل الإعلام تمنعها من عمل التوازن المطلوب، أو كما نقول هناك حارس البوابة الذي يفرض ويختار أحداث معينة أو أطراف معينة لها علاقة بالحدث؟ لنكون على أرض الواقع، دائما لكل مؤسسة إعلامية أجندتها الخاصة بها، وإنما تكاد تكون يعني إذا قلنا في الطرف الآخر من العمل الإعلامي، هناك أجندة رأس المال وأجندة السلطة، وفي العمل المهني هناك أجندة رئيس التحرير الذي يسعى دائما إلى بلورة الصورة الكاملة في ذهن المشاهد من خلال صناعة أيديولوجيا حقيقية هي أنا مع أو ضد. دائما هناك منطق يفرض علينا أنا مع حدث ما، أنا مع الحقيقة، أم أنا مع تيار فكري محدد بعينه. هذه الصعوبة التي تقع على عاتق صانع الخبر وهو الصحفي المراسل الذي ينقل لنا يعني واقع الأمر، هل هو يقتنص يعني الفرصة لمعرفة الحدث ويعمل السبق، أم أنه يعمل جاهدا فعلا في هذه المرحلة لأن ينقل الحقيقة كما كانت هي، سواء أدانت أيديولوجية هذه المؤسسة أم لم تكن متوافقة معها. هنا الحقيقة التي يمكن أن نقول أننا نعمل بإعلام فيه من المساحة وفيه من الحرية المتوازنة. شكرا سامر. أنتقل بسؤال مباشرة إلى الدكتور فهد. دكتور فهد، هل يجوز للإعلام سواء الرسمي أو الخاص أن يكون طرفا في أي أزمة؟ بالتأكيد الإجابة هي ضمن السؤال، لأنه لا يجوز أن يكون الإعلام الرسمي، لأنه الإعلام الرسمي تقصدين إعلام الحكومات طبعا، أليس كذلك؟ نعم.
نعم الإعلام الرسمي إعلام الحكومات نعم أو الخاص الحكومات نعم أو نعم الإعلام الحكومات اللي هو يمثل حكومة بعينها أو حكومات بعينها، لأن كل دولة لها شعب يعني، وهذا الشعب لا يمكن أن يكون مزاجه واحد يعني بشكل واحد ولا لون واحد، وإنما هناك التعدد والتنوع، وهناك وهذا طبعا نلحظه مثلا في البيئة الأمريكية، فالإعلام الأمريكي فيه تنوع، فيه اختلاف المشارب. نعم نعم ريثما ينضم إلينا الدكتور فهد محمد. أتوجه بسؤال إلى الدكتورة عزة. دكتورة عزة يعني كيف ترين، من هو المسؤول عن حالة الفلتان الإعلامي الذي تمارسه بعض القنوات في تغطيتها، وكيف يمكن لمواجهة ذلك لو سمحتي دكتورة؟ بشوف ان الإعلام خرج عن دوره المهم كتعريف وتوجيه للرأي العام وبتعريف مجريات الأحداث بشكل موضوعي، وأصبح الحقيقة إعلام كاشف بشكل كبير لدرجة أنه أحيانا بيدمر أمور أخرى يخطط لها أساسا، وأصبح الحقيقة قادر على الحشد ولا يخجل أو لا يتوارى في مسألة الحشد والتحريض، كل وفقا لتوجهاته. في تصوري أنه الإعلام في هذه المرحلة خرج فعلا عن دوره التقليدي أو دوره الأكاديمي أو ما يجب أن يكون. عنصر السبق زي ما قلت هو اللي يعني أهم حاجة بتهمه، ده قضى على المصداقية، إلى جانب أنه ممكن نعتمد على نشرة الأخبار على أساس أن هي اللي مفترض أنها موثقة، لكن هناك مواد التغطية الإخبارية اللي هي برامج التوك شو والتعليق على الأنباء والبث المباشر في بعض القنوات اللايف، كل ده بيأثر على مصداقية الخبر، لأنه الحقيقة مش بس فكرة التلوين بأنك تضعي عبارة بدل عبارة فتلوني الخبر بتوجه معين، لا أصبحت المساحة اللي يعني بتطرح حتى لو بدأ في قدر من الموضوعية واستضفت ضيف يمثل هذا الاتجاه وضيف يمثل الاتجاه الآخر، إلا أن المذيع أحيانا بيخرج عن حياديته وموضوعيته وتبان توجهاته أو توجهات المحطة اللي هو بيمثلها، يفرش مساحة كبيرة، يفرش للضيف عشان لضيف عن ضيف يديله مساحة أكبر، يؤمن على كلامه بشكل أكبر، مسألة التقديم والتأخير وكل دي عناصر بتؤثر في مدى مصداقية الإعلام، لكن احنا محتاجين للأمر ده الحقيقة في حقبة الربيع العربي أو الثورات، على الأقل احنا في مصر أصبح قصادنا دلوقتي مساحة واسعة من الاختيار. كانت بتتميز أمريكا زمان بأنها عندها مساحة واسعة واختيارات وفرايتي وكل شخص يختار ما يريده، إنما إحنا دلوقتي في مصر بنتمتع فعلا بهذا الأمر بشكل كبير، بس بقالود وجهد فظيع على المشاهد العادي. أنا كمتخصصة بيستهل عليا وساعات بصعوبة كمان أقدر أحدد إيه توجه المحطة دي، مين اللي بيمول المحطة دي، مين اللي وراها من الساسة، لأنه أحيانا بيخلطوا كمان وكأنه في شكل من أشكال التمويه، يبيعوا الهوى زي ما بيقولوا، مساحة زمنية رهيبة لعنصر من العناصر الفاعلة في الحياة السياسية، مرشح سابق أو للرئاسة أو رئيس حزب معين، إلى جانب أنه ما بقاش المذيع ينكر ذاته بشكل واضح جدا، أصبحنا بنعرف بسهولة بالذات بعد الهجمة الشرسة على دكتورة. يمكن دي من يعني من أبرز الأخلاقيات المهنية والإعلامية التي تتقن داخل وسائل الإعلام العربية، هو دور المذيع أو القائم بالاتصال، أصبح سهلا أن يظهر وجهة نظري وأصبح سهلا أن يلين إلى الجانب دون الآخر. أظن دكتور فهدي تسمعنا دكتور فهدي. نعم أسمعكم، أعتذر هناك انقطاع بسيط عذرا. لا تفضل. لا مشكلة دكتور، يعني يعرف المستمعون صعوبة التواصل عبر العالم وما نقوم به من جهد لنوصل طبعا هذا هكذا طروحات راقية وصريحة وتصل إلى المستمع المعلومة الصحيحة والدقيقة والتي ربما يبحث عنها الكثيرون في عالمنا اليوم وفي ضمن ما نعيشه من انفلات كما أشارت الدكتورة في الإعلام ومن بعض طبعا لا نعمم ولكن من بعض قنوات
القنوات الإعلامية ومن بعض الإعلاميين. أعود للزميل سامر. سامر، برأيك هل هناك يعني هل تحول الإعلام برأيك إلى ساحة لتأجيج الصراعات والحض على الكراهية؟ يعني كمتابع للحدث، كراصد للحدث، كيف ترى هذا سامر؟ حقيقة نحن نعيش اليوم يعني لغة كسر العظام في العمل الإعلامي. يعني هناك من يعلو صوته من خلال عدد القنوات، من عدد البرامج السياسية الممنهجة ما بين صبيحة اليوم حتى آخر الليل، وكأننا لدينا جرعات غذائية فكرية تكاد تكون هي عملية، دعيني أقول بين قوسين أو مزدوجين، هي عملية غسل أدمغة بشكل ممنهج. فعلا نحن الآن نعيش في مساحة من الفضاء الرحب، لكن كنا نتلقى فيما قلنا منذ زمن الإعلام المباشر أو الإعلام الرسمي بجرعات مخففة وبأديولوجية ممنهجة. اليوم انفتح الأمر على مصراعيه وانفتحت الأبواب على مصراعيها، وبالتالي لم يعد بإمكان المتلقي إلا أن أحيانا يشمئز من طروحات إعلامية لا ترتقي لإنسانيته، لأدبياته، لأخلاقياته، حتى للألفاظ التي تطرح على المرئيات، وبالتالي يتحرج على المشاهد أحيانا أن يفتح على هذه القناة برمتها. هناك أديولوجيات كما قالت الدكتورة عزة، هناك أديولوجيات لمذيعين بعينها تقدم أو تخصن هذه القنوات بأشخاص معينة، وبالتالي فعلا اليوم نحن أمام حقيقة مرة، وهذه الحقيقة التي نحن نعيشها ونحن نصنع جزء منها طبعا، أننا نحاول أن نكون متوازنين، لكن مدى التوازن بيننا وبين المشاهد وبيننا وبين ربما صناع القرار في العمل الإعلامي تكاد تكون مسألة يعني شاقة جدا وصعبة، لكن يبقى الإعلامي الحيادي أو المهني الذي يعمل على موضوعية الأمر أن يعطي كل من ضيفيه على الأقل المساحة الزمنية الكافية، أن لا يكون يعني مؤيد، لا شك أنه هو يميل إلى شخص دون آخر، لكن على الأقل يحترم رأي المشاهد ويكون حياديا بالمعقول كما يقولون. شكرا سامر. ناخذ فصل الإعلان، لدينا مداخلة من أحد المستمعين، نعود معكم بعد الفصل. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543، أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. Life for Relief and Development is a non-profit charity that has been providing humanitarian aid and development to people and communities regardless of race, color, religion, or cultural background for over 22 years. When disaster occurs here or around the world, Life rushes to provide food, medical aid, and shelter to those in need. Life also has development projects that provide medical relief, water purification, educational programs, relief for orphans, and much more. Your help and support can greatly improve these efforts. All donations are tax deductible. For more information, please visit our website at lifeusa.org or call 248-424-7493. That's lifeusa.org, 248-424-7493. سوا على الهواء. سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموج كنا سوا.
ومباشرة عودة إلى ضيوفنا هذا الصباح. ومعنا على الهواء مباشرة من دبي يشاركني التقديم الصحفي محمد عبد الظاهر، وأيضا معنا الأستاذ سامر لواء الأمانة من قناة الآن، والدكتور فهد الخريجي أستاذ الإعلام السياسي بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، وأيضا معنا الدكتور عزة علي عزة أستاذ الإعلام في القاهرة من القاهرة مباشرة. ولدينا مداخلة محمد من مستمع، تفضل. ألو صباح الخير. صباح النور. ازيك ليلى عاملة ايه؟ صباح النور يا صباح، صباح النور لألك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير للكوكبة الرائعة الدكتورة عزة أستاذتنا والدكتور فهد وحبيبي وصديقي العزيز محمد عبد الظاهر. طبعا سامر أستاذنا برضو في وزميلنا من قناة الآن. بعد التحية سؤال للدكتورة عزة والدكتور فهد. أبدأ بالدكتورة عزة، ولا دكتورة، هل يجوز أن يعني هل يجب على الإعلامي أو المذيع تغييب إحساسه ومرجعيته الفكرية في ظل الأحداث الوطنية التي تستلزم التفاعل العام زي مثلا ثورة 25 يناير؟ أما سؤال للدكتور فهد، هل يجب الحياد حتى في الرأي والتعليق على الخبر أم الحياد فقط في نقل الخبر؟ لا أطول عليكم. شكراً لهذا الظهور المتميز. شكرا لزميل أيضا سامح الهادي معنا من صباح الخير مشيغان، تفضلي دكتورة. الحقيقة طبعا هو بشكل واضح حدث كبير بحجم الثورة المصرية سواء في موجتها الأولى 25 يناير أو 30/6. من الصعب بمكان أنه أي مذيع يبدو متجردا تماما. أنا اللي بأخذ عليه شيء وحيد، وهو أن احنا بدأنا نخلط ما بين الخبر، مش بسألة بس السبق، نخلط بين المادة الخبرية والمادة المدفوعة. الحقيقة في مساحات من السهرات التلفزيونية اللي ليها طابع التوك شو بتبقى تبدو عفوية للأفراد العاديين، لكني أنا ببقى مكتشفة قد إيه هي مدفوعة الأجر، والضيف متعمد اختياره، والمذيع بيترك له مساحة عالية جدا، مساحة كبيرة جدا، ساعات تطول عن الوقت المحدد للبرنامج، ويظل يهين في شخصيات، ويعني يطلق ما يسمى بأسرار ويلوح بأوراق، وأظن بدون تسمية في بعض القنوات بشكل واضح ومحدد بتستضيف مرشحين سابقين للرئاسة أو الناس تابعين ليهم، ويظلوا يبثوا ثم أحيانا بياخد شكل دعائي لأشخاصهم عشان يعودوا إلى الساحة مرة أخرى أو بشكل دعاية ليهم. أنا بأخذ كمان على المذيع أنه أحيانا مش بس بكتفي بإني أعرف أنه فلان يوسف الحسيني يساري، فلان ناصري، فلان كذا، ده توجهه إيه، لا، بيصل أحيانا إلى الخروج ببعض ألفاظ تخرج عن الإطار، مش بس أقول الإطار المهنية ولا القواعد الأكاديمية، تخرج عن اللياقة العامة. هو ده اللي أنا يعني بأخذه على الإعلام، خاصة أنه موجه لكل الناس، مش كل الناس هتقدر تقيم. دي مادة مدفوعة، يعني احنا في الصحف بشكل واضح مادة إعلانية محطوطة جوه إطار واضح أنها حتى لو إعلان تحريري واضح أنه إعلان، لكن في التلفزيون في الحاجات المرئية بتختلط المادة الإعلامية بالمادة الإعلانية، وده إلى حد كبير بيضر بشكل كبير، إلى جانب بس الكراهية، وده أصبح بشكل واضح بالذات في الحقبة بعد ثورة، بعد الموجة الأخيرة دي، بلا خجل الناس بتطلع تهدد الشعب المصري في قناة فقدت مصداقية تماما بالنسبة للشعب المصري بعد ما كان ملتف حولها لأنها بتتبنى وجهة نظر واحدة. أصبح حتى المراسلين على فكرة، مدام معانا مراسل يقدر يقولك قد إيه بيلقوا عناء لما بينزلوا في أي موقع أحداث، بتتكسر كاميراتهم، بيقابلوا بشكل، لأن الناس بدأ يبقى عندها وعي إن القناة دي معايا والقناة دي ضدي، فممكن جدا لا يسمح لهم بالتغطية أو الدخول إلى مكان الحدث عشان يغطوا بشكل موضوعي، بيرفضوا الناس التعامل معاهم. ففعلا كل ده أفقد العنصر المهنية واتباع القواعد الأكاديمية، لكنه إلى حد كبير أنا بشايفاه بيخدم في التعريف، فأصبح عشان كده يمكن عامل قلق قوي لأعداء الثورة المصرية إن الإعلام دايما يشيطنوه ويكلموا عنه شياطين فرعون والسحرة فرعون ويصفوه صفات سيئة، لكنه إعلام كاشف
واحنا محتاجين هذه النوعية. دكتورة يعني بالفعل هناك هي طبيعة دور وسائل الإعلام الحق في المعرفة وطبيعته أنه يوصل معلومات معينة للجمهور، ولكن هناك بعض وسائل الإعلام المصرية أو العربية تتهم يا دكتورة بالتحريض وأحيانا الحث على الكراهية طارة وإطارة فئات الجمهور على بعضها أو ترسيخ ما يسمى مبدأ الانقسام المجتمعي. لكن يعني ده يجعلني أوجه سؤال للدكتور فهد. دكتور فهد يعني في ظل ما وصفته الدكتورة عزة، هل يمكن من جانبك وضع توصيف دقيق للمشاهد أو المستمع ليستطيع كشف طبيعة يعني وسيلة الإعلام التي تضعها والتوجه التي تسير فيه؟ أستاذ الكريم، طبعا الدكتور عزة يعني ذكرت بعض القضايا الأساسية يعني فيما يخص العمل الإعلامي وما حدث مثلا كان مورد في مصر يعني، وكما ذكرنا أنه يعني قضية الخبر يجب أن الحقيقة على كل وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام بدون استثناء أن تنقل الخبر كما هو بمعنى الحدث. مثلا مات فلان، ذهب فلان، هذا خبر، لكن تحليل لماذا ذهب فلان أو لماذا عمد أو ذا، هذا تحليل يعني قد يأتي قد يتأثر كما ذكرت أنت بأيديولوجية المذيع وأبطاره، لكنه يسعى ويجتهد أن يكون حياديا. وكيف نقيس حيادية هذا الإنسان؟ من خلال أن يتيح الفرصة المتساوية بين وجهتي النظر المختلفتين، يعني يذكر هذا الوجه ويذكر هذا الوجه، أو يكون هناك من يمثل هذه الوجهة ويمثل الوجهة الأخرى أو الثلاث وجهات أو الأربعة أو الخمس. طبعا الإعلام العربي حقيقة أنا أقول الآن هو في أزمة، يعني هذا عذرا للجميع، هو في أزمة حقيقية، وهي أزمة تحديد مساره الحقيقي. إما أن يكون إعلاما بمفهوم الإعلام الذي تعلمناه وربينا عليه أبناءنا ويتميز بالمصداقية والحيادية وعدم الإحراف عن مساره الحقيقي، يعني ينقل المعلومة للناس. الإعلام الأمريكي لم يخلو من الإحراف، لكنه بمجمله بشكل عام فيه مصداقية. الإعلام البريطاني لا يخلو من الإحراف والميلان وتشابك بعض المصالح، لكنه بشكل عام هو إعلام فيه حيادية لنقل الخبر. حتى يعني اذكر ما شئت من مجموع القنوات الأوروبية لأنهم تربوا على سلوكيات معينة. نحن في العالم العربي عندما نحب بعنف، وعندما نكره بعنف، ولا نميز بين القضايا الشخصية وقضايا الأمة وهموم الأمم. الأمر الآخر، أنا الحقيقة أعتبر لكم انقطع الخط في الفترة السابقة وكنت أتحدث عن وسائل الإعلام الرسمية والحكومية. وسائل الإعلام الرسمية أو الحكومية تجاهلت حقيقة أنها ليست في الستينات ولا في الأربعينات ولا في الخمسينات. كما ذكرت الدكتور عزة، هناك وسائل بديلة جديدة الآن. ربما بعض الوسائل الإعلام الجديد مما نسميها الإعلام الجديد أو الإعلام الإنترنت أو الديجيتال ميديا أو سميها ما شئت، هذه الوسائل صارت أصبحت تقدم وجهة النظر. يعني لا تستطيع أنت أن تغلق الصندوق وتقول لا أريك إلا ما أرى، كما ذكرت الدكتور عزة مثلا بذلك بعض الإعلام أنه هذه هي الصورة الحقيقية. لا، ربما هناك أدوات، بل هناك أدوات حقيقية على الأرض، وهي تويتر وفيسبوك وغيرها من وسائل كثيرة التي أصبح المواطن والمشاهد يميل إلى هذا الطرف وإلى ذاك الطرف، بل إنهم أصبحوا ليسوا بالعشرات ولا بالمئات بل بالملايين الآن. لأجل هذا يجب أن ندرك أن الإعلام يجب أن يعود إلى 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 رشده وإلى عقلي عموما. على الحقيقة ترى لا أحدد دولة بعينها، وإن كنت أتمنى من الإعلام المصري على سبيل المثال أن يكون نموذجا، أو اللبناني نموذجا في التوازن أثناء الأزمات، وهذا لم يحدث حقيقة، بل هناك اختلال في المنظومة الإعلامية إلى درجة كما ذكرت الدكتور عزة نخجل الحقيقة من أن نواجهها يعني حقيقة. لكن نرجو، نحن على أمل أن لعلها بعد يعني بعد الطفرة وبعد الحوادث هذه أن يراجع الإعلاميين أنفسهم وأن يكونوا فعلا صوتا حقيقيا. ما الذي جعل الإعلام العربي يأتلف بهذه الصورة؟ للأسف أنا أعتقد أن المنظمات الحقوقية العالمية تجاهلت دورها في الضغط على وسائل الإعلام، كما هي تضغط الآن على وسائل الإعلام الغربية بتوجيهها لذكر الحقيقة. يجب أن يكون هناك أدوات ضغط على وسائل الإعلام العربية والحكومية والخاصة بأن تكون داعمة للحقيقة أي كانت.
هذه النقطة هي الأساس التي أنا أنطلق منها، وأعتقد أن أعود أنه لا يمكن أن نتخلى عن المصداقية ولا عن الحيادية ولا عن التوازن في نقل الخبر، ولا عن أن ندرك أننا في قرن قد انتهى فيه تهميش الآخرين أو أن الإساءة الآخرين أو الحديث ببذاءة وبلغة. يعني هناك لغة ذكرها القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى. بمعنى يعني يجب أن مهما كانت خصومتك يا رجل الإعلام أو يا مذيع أو يا مقدم أو يا مسؤول، مهما كانت خصومتك مع أي طرف، يجب أن تكون عادلا في طرحك وفي منهجك. شكرا دكتور. طبعا هناك ورد لدينا سؤال للزميل سامر تحديدا من أحد المستمعين، يعني كما أشرتم يشكر كل الضيوف الكرام وأيضا يتوجه بالسؤال إلى سامر: هل وسائل الإعلام العربية بشكل عام، كما يقول هو يرى أن معظم وسائل الإعلام العربية والإخبارية فقدت الالتزام بالحيادية كما أشرتم، الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية حيال مبادئها المهنية لكي تكون جزءا من المشهد السياسي، تنقل الحقائق، لا تنقل الحقائق كما هي، لكن تحولت إلى لاعب أساسي في الأزمة. سؤاله: كيف ترى، يعني في مشهد غير مألوف أيضا يورد الأستاذ سامر، يقول في مشهد غير مألوف طالب صحفيون مصريون بإخراج قناة الجزيرة من مؤتمر صحفي للجيش والشرطة لتوضيح ملابسات الأحداث. طبعا مداخلته طويلة، أحاول أن أختصر. يقول يعني هذه الاتهامات وجهت إلى الجزيرة لعدم التزامها المهنية، وكما يقول وأن لديها أجندة ضد مصر وعدد من البلدان العربية. سؤاله لسامر: كيف ترى هذا؟ هل تتفق فيما يطرح؟ وما هي الصعوبات التي تواجهونها في هذا المجال لإيصال الحقيقة كمراسلون سامر؟ بعد الفاصل نستمع إلى سامر، وأيضا انضم إلينا الزميل الصحفي علي يونس من واشنطن. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543، أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. Life for Relief and Development is a non-profit charity that has been providing humanitarian aid and development to people and communities regardless of race, color, religion, or cultural background for over 22 years. When disaster occurs here or around the world, Life rushes to provide food, medical aid, and shelter to those in need. Life also has development projects that provide medical relief, water purification, educational programs, relief for orphans, and much more. Your help and support can greatly improve these efforts. All donations are tax deductible. For more information, please visit our website at lifeusa.org or call 248-424-7493. That's lifeusa.org, 248-424-7493. سوا على الهواء، سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير أمريكا. أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا.
مباشرة كان لدينا سؤال لزميل سامر قبل الفاصل. سامر تفضل. طبعا أنا بوجه الشكر لمن طرح هذا السؤال، وبدأ أنه نحن نتحدث عن عمل إعلامي شاق جدا، ليس هناك مثالية في الأمر. الدكتور أقرس من قول الدكتور، نحن إذا أحببنا نحب بعنف وإذا كرهنا نكره بعنف. العمل الإعلامي الذي نحن الآن بصدده يضعنا في موقف جدا حرج. إذا طرحنا الموضوعية والمهنية من جانب العمل الإعلامي نكاد نكون نغني خارج السرب، إما أن نرضي رأيا وندين رأي، وإما نحن نكاد نكون في مرحلة من المراحل لسنا موضوعيين. الموضوعية يعني أن تؤيد رأيي، والموضوعية يعني أن أكون أقرب إلى القناعات التي تشكلت لدي خلال هذه الفترة. على سبيل المثال الدكتور عزة أشار فعلا إلى الصعوبات التي يمر بها المراسل، المذيع، الصحفي الميداني الذي ينقل الحدث، إلى كثير من الصعوبات، وربما يتعرض يعني لأقصى هذه الصعوبات أن تتعرض حياته للفناء. على سبيل المثال حينما نصل إلى مرحلة في نقل العمل الإعلامي، نقل الخبر الإعلامي، نقل الحدث الذي كان يعتم عليه من بعض وسائل الإعلام التي تؤيد طرفا دون آخر، حين نزلنا إلى واقع هذا المكان ونقلنا الصورة عبر الأقماص الصناعية، يعني ننقل الحدث بدون تزييف، والكاميرا كانت تجول المكان الذي كنا فيه، تعرضنا إلى قصف مباشر. يعني هذا يعني أننا هناك من لا يريد أن يوصل هذه الحقيقة إلى كل الناس. إذا في إشارتك إلى المؤتمر الصحفي بالنسبة لوجود قناة لا يحبذ وجودها في مؤتمر صحفي، هنا أنا يعني أعتب وبهمسة عتب أن السلطة دخلت في تحييد العمل الجهات الإعلامية دون غيرها. يعني هنا أتاحت للكثير من المؤسسات الإعلامية أن تتواجد، وكأنها يعني دعت بعض القنوات التي لا تأتي بالمزاج العام، أو ربما لا تلبي وجود يعني رغبات الكثيرين، أقصيت. وهذا يعني وكأننا نحن الآن كما قالوا في السابق العمل المهني، الناس كانت على دين ملوكهم، واليوم الناس على دين إعلامهم. إذن أنا اليوم أختار من الإعلام ما يرضيني، وأقصي الإعلام الذي ربما إلى حد ما لا يأتي بالصورة التي أرغب بأن أسمعها. إذن أنا أفصل الإعلام كما أريد برغباتي وليس كما هو الأمر. من الضروري في مكان أن أسمع أخطائي من عدوي، إن كان الطرف الإعلامي الآخر هو عدوي بين المزدوجين. لكن حينما أغلق كثير من القنوات الفضائية تأتي برأي ربما متشدد، ربما برأي يعاكسني تماما. كان حريبي أنا كعمل إعلامي أن أضع ضوابط للجميع، لا تأثير ولا استئثار في هذا الأمر باستحواذ على فكر المتلقي. المتلقي أذكى من المؤسسات الإعلامية بالمطلق. المتلقي، المشاهد الكريم، الإنسان الذي يتحرك الآن ويصنع سياسات حقيقية على أرض الواقع في مصر، في سوريا، في كل البلدان العربية، حقيقة هو أذكى سامر من المؤسسة الإعلامية وبكل أديولوجيتها. نعم. تفضل. سامر شكرا لك، يعني دهمنا الوقت. وأود حقيقة أن أرحب بالأستاذ علي يونس الصحفي المخضرم وأيضا المحلل في السياسة الأمريكية وأيضا العربية. صباح الخير علي. صباح الخير علي، أود أن أستمع إلى تعليقك فيما سبق. يعني لا أعلم، فقدنا الاتصال بك وكنت تستمع إلى الزميل طبعا سامر لواء الأمانة. وسريعا علي، في أقل من دقيقتين، يعني هربرت شيلر في كتابه المتلاعبون بالعقول تحدث عن الآليات المتبعة في الإعلام الغربي عموما للسيطرة على الرأي العام وإعادة تشكيل اهتمامات الناس والتأثير على خياراتهم لصالح قرارات معينة. هل ما رأيناه اليوم على بعض الفضائيات هو استنساخ لأساليب الإعلام الغربي؟ لا، هو ليس بالضرورة استنساخ بشكل كبير وبشكل يعني مطلق، لكن هناك فروق شاسعة ما بين الإعلام الغربي والإعلام العربي. الإعلام العربي هو إعلام يختلف بنيويا عن الإعلام الغربي. الإعلام الغربي هو بالدرجة الأولى إعلام تجاري، إعلام يقوم على أن يعتبر الخبر والصحافة كجزء من مهمة ليست وطنية كما يعتبرها العرب، ولكن هي مهمة
تعبر عن الحالة السياسية في المجتمع الغربي. هناك هي مصادر ربح ومصادر رزق لهذه المؤسسات، وتعتمد هذه المؤسسات في استمراريتها على رضا المستهلك الأمريكي أو الغربي لما تقدمه له من أخبار أو برامج متنوعة. الإعلام العربي هو إعلام بالدرجة الأولى يتبع حكوماته، هو مدعوم من الحكومات، وبالتالي يعني يعبر عن سياسة هذه الحكومات سواء كانت مع ثورة أو ضد ثورة، أو يعبر عن شكل بشكل يميني أو بشكل يساري. فمن هنا إذا كنت أنا كمستهلك للأخبار، كمستمع عربي أو كمشاهد عربي، أتوقع من قناة معينة أن تعبر عن وجهة النظر السياسية التي أتبناها، سواء كانت يسارية أو قومية أو وطنية أو ضد الحرب أو مع الحرب أو مع الثورة أو ضد الثورة. من هنا تفقد هذه المؤسسات المصداقية كونها بالدرجة الأولى تعبر عن رأي حكومة معينة. وهذه الحكومة، أغلب الحكومات العربية كما نعلم، هي ليست حكومات ديمقراطية بالمفهوم الغربي لهذه الكلمة، ولكن هناك تفاوت بين هذه الحكومات، وأيضا تفاوت ما بين هذه القنوات. هنا نرى أن قناة معينة أثناء ثورة على سبيل المثال في يناير 25 كانت تؤيد الثورة المصرية، وهذه اللحظة لا تؤيد هذه الثورة، أو العكس صحيح. ومن هنا تفاوت مواقف هذه القنوات مع كل الثورات العربية، وهنا يختلف المشاهد العربي في تأييده، يعتبرها عميلة أو يعتبرها وطنية في هذه المرحلة، أو يعتبرها بالعكس في مرحلة أخرى. نعم علي، شكرا لك. يعني دهمنا الوقت في أقل من نصف دقيقة، أود أن أستمع في أقل من نصف دقيقة إلى الدكتور فهد وأيضا إلى الدكتور عزة لينهي نقاشنا هذا الصباح. دكتور فهد في أقل من نصف دقيقة لو سمحت. بالتأكيد، أولا أعتقد أنه من المهم بدء كان الإعلام بحاجة إلى إعادة دراسة في العالم العربي، وأن هناك مؤثرات على الإعلام العربي، وأن الإعلام العربي غير حيادي بشكل عام، وأنه يعاني من أزمة، وهذه الأزمة بحاجة إلى مراجعة الأكاديميين وكذلك السياسيين والمثقفين. شكرا لك دكتور، وكل الشكر لمن تابعنا هذا الصباح. لم يبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا لهذا الصباح، للأسف دهمنا الوقت. الدكتورة عزة عزة أستاذ الإعلام في القاهرة، الدكتور فهد بن عبد العزيز الخريجي، أيضا سامر لواء الأمانة والصحفي، والمحلل السياسي علي يونس. إلى اللقاء، كانت معكم ليلى الحسيني، وأيضا من دبي محمد عبد الظاهر. إلى اللقاء. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية، وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543، أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. Life for Relief and Development is a non-profit charity that has been providing humanitarian aid and development to people and communities regardless of race, color, religion, or cultural background for over 22 years. When disaster occurs here or around the world, Life rushes to provide food, medical aid, and shelter to those in need. Life also has development projects that provide medical relief, water purification, educational programs, relief for orphans, and much more. Your help and support can greatly improve these efforts. All donations are tax deductible. For more information, please visit our website at lifeusa.org or call 248-424-7493. That's lifeusa.org, 248-424-7493.